يا جدعان والنبي ما تضحكوا علينا الناس يا جدعان، الواحد يبعد في امان الله من شويه يلاقي خبر انه قطرين في محافظه الشرقيه الزقازيق في مصر، القطرين رشقوا في بعض. تمام، هو احنا في 2024 لسه في قطارات يا جدعان بترشق في بعض؟ والله العظيم مش كده، الموضوع يعني صعب. القطر رايح من القاهره الاسماعيليه وقطر جاي مش عارف منين للقاهره، راحوا راشقين في بعض. طب ايه يا جدعان، واثنين ماتوا الله يرحمهم وعشرات الاصابات، فطبعا الله يرحم الناس اللي ماتت يعني. بس هو السؤال، هو احنا في مصر كم قطر لغايه دلوقتي يعني رشق في قطر تاني؟ احنا بقالنا على الموضوع ده سنين يا جماعه، مفيش اي حل. لكن طبعا السيد الوزير الفريق كامل الوزير مشكورا وجه بنزول كافه الفرق المعنيه لمكان الحادث والاهتمام بالمصابين، ووعد بإجراء تحقيق في الموضوع وتشكيل لجنة لإجراء تحقيق عشان نعرف طبعا سبب اللي حصل ده ايه. فاللجنة دي ان شاء الله طبعا هتطلع لنا القرارات دي في القريب العاجل، قصدي نتائج التحقيق يعني في القريب العاجل، وهنعرف ايه اللي حصل، وبالتأكيد المخطئ هيتحاسب. لكن الحاجة اللي تحزن لما تبقى انت انسان يعني كنت في القطر رايح مكان ما وفجأة تموت، فجأة تموت وبعدين يتقال عليك وفاة شخصين حتى بدون ذكر اسمك، يعني انت مجرد رقم، اسمك شخص، يا شخص، فانت شخص بتموت وكده، والموضوع بسيط. ويعني طبعا السيد رئيس الوزراء برضو على حسب ما قريت وعد او وجه بإرسال 20 عربية إسعاف للمكان. الحاجة برضو اللي تلفت نظرك إن إحنا ما بنتغيرش، يعني لما تشوف الصور، صور الحادث، تلاقي إنه تجمعات غير عادية من البشر، الناس كلها واقفة بتتفرج، بل إن في ناس مبتسمة، يعني في ناس كده بتتفرج على الموضوع وفي على وشها نظرة ابتسامة يعني كده، واللي ماسك موبايله بيصور، وحاجات غريبة بتحصل وكأن الناس في منتهى الحماقة، حاجة جديدة بتحصل، يعني حاجة جديدة حصلت وكده، كلنا نستمتع وكلنا ننبسط. ف يعني بما ان الايام ممله فخلينا نعمل حاجه فيها متعه، يعني فيها تغيير، لان الايام كلها بقت شبه بعضها. على الصعيد الاخر بما اننا عايشين في عالم موازي، القطارات فيه بتخبط في بعض، في عالم تاني قررت فيه امريكا وانجلترا ان هم يسمحوا لاوكرانيا بانهم يستخدموا صواريخ بعيده المدى ويضربوا بيها روسيا. فهذه الصواريخ بعيدة المدى روسيا اعتبرتها اعلان حرب، وبرضو يعني سياسيين روسيين بارزين قالوا انه روسيا اذا هذا حصل فاحنا على اتم استعداد ان احنا ننقل هذه الحرب للمستوى التالي اللي هو الاسلحة النووية. نصا كده قالوا ان هم ممكن ينسفوا اوكرانيا من على الخريطة الأسلحة النووية، وإنهم يعني على أتم استعداد لهذا إذا استخدمت أوكرانيا هذه الصواريخ بعيدة المدى. فإحنا عايشين في كوكب غريب، يعني أنت بقى كمواطن عادي مطلوب منك، أو أنت كشاب يعني أو كراجل أو كفتاة عادي مطلوب منك إن أنت تعمل كل حاجة في الحياة، تهتم بحياتك وتشتغل وتنزل تروح الجيم وتهتم بصحتك وتاكل أكل كويس وتعملش حاجة غلط ما تخالفش القانون، في حين انه زعماء الكوكب اللي هم بيقولوا لنا ما تخالفوش القانون بيعملوا حاجات غريبه على وشك ان هم يدمروا الكوكب كله. والاسلحه النوويه دي موضوع مخيف، يعني على حسب ما انا افهم في الاسلحه النوويه فهي بتدمر حاجات كتير، يعني تاثيرها شنيع وممكن تسبب مشاكل. فمش عارف هو ده اللي حصل النهارده. طبعا خبرين عكس بعض تماما، لسه في مكان ما على الكوكب القطارات فيه بتخبط في بعض، القطارات بتخبط في بعض، وعالم تاني الناس هتبدأ تضرب فيه بأسلحة نووية بقى وانفجارات وإشعاع بقى، والناس هيحصل فيها زي هيروشيما وناجازاكي والحاجات. فعلى الله يعني اللي يحصل بقى يحصل، محدش بقى فاهم أي حاجة، وإحنا كأشخاص أرقام طبعا موجودين في الكوكب محدش عامل لنا أي اعتبار، وعلى الله بقى حكايتنا، يعني إحنا نعيش كده لحد ما تشوف بقى، يا هتموت في القطر يا هتموت بالنووي.